هدوء حذر وترقب تعيشه ولاية اسطنبول في الساعات الأخيرة من هذا اليوم الانتخابي الحار والحاسم. ربما أدلى الرئيس التركي من منطقة أسكودار اليوم بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعلى بعد أمتار مني يقع مسجد آيا صوفيا الذي أعلن منه الرئيس التركي وأنهى حملته الانتخابية. تعيش اليوم اسطنبول أجواء هادئة على غير عادتها. اعتدنا أن نرى اسطنبول مدينة تنبض بالحياة ومدينة مزدحمة، لكنها اليوم تعيش لحظات غير اعتيادية. ربما معظم الناس في المنازل يترقبون نتائج الانتخابات، حتى من هم في الشارع تجد الجميع ممسكا بهواتفه المحمولة يتابع نتائج الانتخابات. فما الذي ستسفر عنه نتائج الانتخابات؟ هذا ما سيظهر لنا في الساعات الأخيرة المتبقية.